نظريات هتصدمكم في طفولتكم، الجزء 26. النظرية دي من فيلم نيمو. النظرية بتقول إن مارلين أبو نيمو هو الشرير الحقيقي في الفيلم. كلنا شفنا في بداية الفيلم سمكة البراكودا، واللي هي المفروض هجمت وقتلت كل إخوات نيمو وأم نيمو، لكن إحنا ما شفناش المشهد. الأبحاث بتقول إن سمك البراكودا أولاً ما بتاكلش سمك الكلاون، وثانياً مش بياكلوا بيض السمك. السؤال بقى، مين اللي أكل بيض سمك الكلاون؟ الإجابة هي الأبحاث أثبتت إن الرجالة من نوع سمك الكلاون ممكن يأكل البيض الخاص بالشريكة بتاعته، ومارلين بابا نيمو كان نوعه سمكة كلاون. فالنظرية بتقول إن مارلين أكل كل البيض بتاع مراته وندم بعدين، فعشان كده اخترع في عقله إن في سمكة فضلت في الآخر وسماها نيمو، ونيمو باللاتيني يعني لا أحد.